يسأل اولا يسأل نجيب سويرس لان مش انا اللي صرفت، ثانيا انا حملتي كلها تقريبا لم تتجاوز ال 500,000 جنيه، يمكن الحزب علق لي بنرات يعني او الدور ده هو الحزب اللي عامله، لكن اللي انا عايز اقوله بس يعني على الاقل حتى لو حصلت على ملايين بس ما اشتريتش اصوات فقط، وما اشتغلتش مع صندوق منصه انتخابات فقط، وما دفعتش فلوس للناس فقط، ويعني حاجات كتير فقط، يعني الحمد لله انجح اسقط مش ده المهم، لكن المهم ان انا ما زلت محترم نفسي، ما عارف ان انا ما اشتريتش صوت واحد، فدي حاجه تديني قوه واحترام لنفسي اكتر ما اكون انا صرفت ونجحت بفلوسي. حضرتك لو عندك رساله توجهها حاجه تانية يعني.